حبايبي، كيفكم؟ بفيديو اليوم رح اخذكم معي لحتى نشتري اغراض المدرسه. بعرف يمكن تاخرت عليكم تنزيل هذا الفيديو، بس عندنا هون المدارس ما بتبلش 16 الشهر، فما كنت كتير مستعجله باني اشتري الاغراض، وحتى يمكن اكون اخر وحده نزلت هذا الفيديو، بس المهم انه يعجبكم. هلا خلونا نروح. هلا بدنا نحكي شوي عن الشنطة اللي انا حابة اجيبها. انا حابة اجيب شنطة سادة عشان رح اجيب شوية اشياء معينة اعلقها مع الشنطة، والشنطة في الوان معينة براسي، يا اما رح اجيب اسود، يا اما رح اجيب ابيض، يا اما رح اجيب اشي ذهبي هيك ابيض مع شوية ذهبي، او رح اجيب زهري او بنفسجي. خلينا عن البنفسجي اكثر، بعد عن الزهري شوي بيصير يعني. شوفولي هاي الشنطة يلي هي فعلياً هيك عليها أساس قطة، ومع هاي الشنطة بيجي عرض معها هدول السماعات يلي برضو على شكل قطة، وكثير حلوين، بس يعني صراحة مش لابقين مع ولا إشي أنا جبته لهلأ. هلا انا بدي اجيب شنطتي ساده لانه بدي اعلق عليها اشياء زي هيك، بس ما اظن يعني رح يكونوا هدول هم الاشياء، بس نفس الفكره. طلبت من اختي انها تجيب لي هيك اشياء باشكال معينه، ومبدئيا نفس الفكره هم بيتعلقوا هيك على الشنطه وكثير حلوين. هاي مع هاي على شكل مايك، وفيها هون برايه، يعني اكيد من هيك اشياء انا بحياتي ما شفت صراحه. طلعوا في كثير اشياء حلوه، شفت هاي؟ انا اذا بشتري كل هذا المحل ما بتفرق معي. هلا بدي اجيب ملفات، ففي عندنا هدول، عندنا هذا اللي لونه ازرق كثير حلو، فيه هيك زي جياب هون، وكمان في لهون هو مش سحاب فعليا بس عشان احط فيه الورق، بس مش حسته كثير حلو. بينما في عندنا هذا شوي صغير، بس الشكل اللي عليه كثير حلو، الكتابه وهيك كثير حلو شفاف. بينما هذا لقيته احلى اشي، لونه هيك بنفسجي شوي، مكتوب عليه follow your dreams، كثير حلو، عليه كتابه من ورا، حسته احلى. اذا في عنا هدول الالوان رح اجيبهم صغار لانه برضو انا ما بستعملهم كثير، بس هي هيك لانهم الوانهم كثير حلوه، فمش عارفه اي واحد اجيب واي احسن نوع، اول مره بجربهم. بالنسبه للكاركتر او الطامس، في عنا هدول، وفي كمان هدول اللي هم منهم الوان، وفي كمان من هدول العاديين، وفي هدول الالوان. صراحه شيء بحير. الحبر اللي كثير مناح للمدرسه لانهم حبر وبنفس الوقت هم فيهم محايات، هدول كثير مناح للرياضيات لانه كلياتنا بنخبص كثير بامتحانات الرياضيات، وانا عم بذكر حالي باشياء ماساويه يعني بالمدرسه، مع انه المفروض اكون مبسوطه لانه عم نشتري اشياء للمدرسه هيك، بس في كثير اشياء بتذكرني بمآسي. الزبده حطيها مع بعض، لازم نكون هدول محايات. هذا معجون اسنان وفرشاة اسنان، صراحة اكلت من هيك ما في. في كمان اشي تاني واللي هو مقص وكباسة، برضو محايات. وكمان هون في عندكم هدول الاناناسات، في كثير اشياء حلوة. هلا لقيتهم كثير حلوين، هم هايجين او معقم او هاند سانيتايزر، كثير حلو بيتعلق على الشنطة وشكله كثير حلو. على الاغلب انا رح اجيب شنطة سادة، فكمان على الاغلب هاي رح تمشي مع الشنطة كثير. هاي البراية، براية انف، ما بعرف يلي عمل هاي البراية ايش خطر بباله انه يعملها على شكل انف صراحة يعني، بس انه كثير حلوة. معقد من انفه عن جد. ممكن في هاي الكرة الأرضية يلي كثير حلوة، بس ما بعرف، مش حابة إنه أقعد أتفرج على كل البلدان يلي ما زرتها بحياتي، فيعني ما أظن رح أجيبها. بتعرفي قضيت سنتين هون بجيب من هاي المقلمة، بفتحها هيك بنحط التليفون هون وبتحضروا مسلسل، قضيت سنتين والآن ست ما كشفوني. ماما بدي أجيبها.
مستحيل. هدول كتير حلوين. في عنا هاي السودا وفي هاي اللي كتير حلوة وفي هاي كتير حلوة وحتى هاي حلوة نوعا ما. مش الأغلب رح أخذ هاي لأنه هلأ جربتها. إذا بنحط فيها الموبايل، هو هذا مش موبايلي، بس إذا بنحط فيها الموبايل بيوسع وهيك بقدر إنه أحضر أفلام، ممكن أحطه هون وأسكر عليه. إذا المعلمة كشفتني أحكي لها ماما أي شيء، بس فشكلها كتير منيحة. ومع أنه كنت حابة إنه أجيب إشي عليه حركة أكتر، بس هاي رح تفيدني أكتر ورح تفيدني إني أمضي الوقت أكتر، مع إنه مدرسة كلياتها مضيعة وقت. فيعني هدول هم هذا الإشي اللي هو فعلياً بيتطول زي هيك وبصير زي كاسة. أنا دايماً ناسي أن ينتي المي ودايماً باخد من صحباتي، فهذا حل ممتاز عشان تعرف البنات اللي بيقرفوا ما بيكون لهم حجة. العادة هم ما بيكونوا بيقرفوا، على فكرة هم بس عم يتحججوا عشان ما يعطوني مي لأن أنا دايماً عطشانة. فهاي أحسن حل، أحكي لها أوكي بتقرفي عطيني معي كاسة. لأسوأ قسم بالحياة واللي هو قسم الرياضيات اللي أنا أبداً ما بحبه. رح اخذ لون الازرق عشان تغيير لان انا مش مستعده اخذ اي شيء ثاني من لون الزهري. خلونا نمشي لمكان الرياضيات لانه طاقه سلبيه عم تجيني. بهاي رح اقتل كل معلمه رياضيات بشوفها بحياتي. لقيت هدول الهايلايترز اللي كثير صغار وكثير حلوين، فرح اخذ على الاغلب من الهاي اللون الاصفر، ورح اخذ هون في كمان لون زهري. شايفين ما احلاهم؟ ورح اخذ كمان الازرق والبرتقالي. وهدول حيوانات، هذا قرد وهذا حمار أتوقع وهي زرافة، بس هذا ما بعرف يا نمر يا أسد. في ضوء؟ كيف يشتغل هذا؟ حتى قيم عاجبوا هدول الأقلام التماسر كتير كبار، فعم بفكر إنه أكتب هون إشي، بس حابة أكتب إشي بمهاراتي البلغارية المحدودة عشان الناس البلغاري يفهموه. هون على الأغلب رح ينفوها، بس يعني رح أكتب استنى حاسة كده صح؟ وشي ليش تي؟ هذا توقيعي. الترجمة، أنا ما بحب المدرسة وهذا توقيعي. تدا. في هدول النوت بوكس اللي أنا عندي إدمان عليهم، أنا لقيت أحلى واحد هو هاد لأنه هيك ألوانه ذهبي وأبيض، وهاي الألوان اللي أنا من الأول يعني كنت حابة أن أجيبهم، بس ما لقيت كل إشي زي ما أنا بدي، فرح أجيب هذا النوت بوك. مكتوب عليها مثلا هون أنه أشياء ما بنساها، هون أشياء يعني عشان أتذكرها لمعلوماتي، يعني هون مهم، هون إشي يعني عاجل كتير مهم، وهون أشياء حابة نعملها مثلا بالمدرسة أنجزها آليا بعدي على أساس نعمل إشي. وهاي شكلها زي الظرف ما بعرف بس مين كتب عليها برضو، فعلى الأغلب رح أخذ هاي. ياي في كل أشياء حلوة. هاي كانت جولتي بالمول، كان يوم كتير حلو، انبسطنا كتير وتخوتنا، وهلأ تعمل فرجيكم بالأخير شو اخترت.